غيرت تطبيقات الهواتف الذكية أسلوب حياتنا بشكل كبير، فيما أضافت الآلاف لقائمة أصحاب الملايين من مطوري التطبيقات. سوق تطبيقات اللياقة البدنية يشهد تطوراً متسارعاً مع إقبال المزيد والمزيد من الناس على تبني أنماط الحياة الصحية. بحسب شركة جلوبجو، فإن تطبيقات الصحة واللياقة تأتي في المركز الثاني بعد تطبيقات الموسيقى من حيث الوقت الذي يقضيه المستخدم. أبليكيشنز كتيرة للرياضة، للتمارين الرياضية، كيف تمارس الرياضة بدون ما تحتاج لإنسان يساعد، وهذا أثر كتير صراحة على على الشغل أو على الطلب على المدرب اللياقة البدنية. مع إنه أنا ضد إنه مش ضد بالمجمل بالمطلق خلينا نقول، بس أنا ضد إنه الإنسان يمارس الرياضة إذا كان خاصة في البداية أو مبتدأ، يعتمد على شخصه بس ويلاحظ بعض الحركات، فقط هي عبارة عن تقليد، زي ما نقول تقليد للأبليكيشن، لأنه في أشياء small techniques، أشياء بسيطة ممكن يسويها خطأ وتؤدي إلى إصابات في المستقبل. ووفقاً لإحصاءات ستاتيستا، من المتوقع أن ينمو حجم سوق تطبيقات اللياقة البدنية إلى 4 مليارات دولار في عام 2021. وتم اختيار رائدة الأعمال مدربة اللياقة البدنية الأسترالية كايلا إتستاين أغنى امرأة في قائمة فاينانشال ريفيو يونغ ريتش لهذا العام، إذ أتت في المركز الخامس وخطيبها في المركز السادس بثروة مشتركة تبلغ 486 مليون دولار بعد النجاح الذي حققه تطبيق اللياقة البدنية الخاص بهما سويت. ومن المتوقع أن يحقق مبيعات تتجاوز 100 مليون دولار هذا العام. سمر المشطة، العربية.